لفتت نظرك جدا وقت بداية الحديث والسفر وتبادل الخبرات والتفاوض مع الجانب السويسري؟ المكان نفسه إدارة بإدارة بعناصرها، يعني بقول لحضرتك المبنى بتاعهم الإداري هو ملحق بالملعب بس مفصول عنه، في نفق كده بينهم، بحس لا في، اما بتكلم على واحد انا كان يمكن شغلتي في المقاولين العرب جزء منها الجزء الفني واداره العقود وعمل العقود، فكنت شايف اللي بيتكلم ده اللي بيسموه الكونتراكت مانجر، ده راجل مدير التعاقدات في النادي، التعاقدات المحامي وظيفته ايه، الراجل الفني اللي كان في واحده هناك ماسكه زي السكرتارية التنفيذية قوية جدا، فلغة الحوار واضحة، الراجل ده هيمشي ازاي وترتيبه ايه، ما يزيد هذا النادي قوة. يعني انا في احد الأندية هناك لم اعترف بيها خالص انها ممكن تنجح او تكون. ايه اللي خلى حضرتك برضو متخوف من التعامل مع النادي ده؟ مفيش عناصر الإدارة والخبرات اللي قابلتها. النقطة المهمة التانية انه نادي بطولة، بازل السويسري طبعا نادي بطولة، يعني بياخد الدوري كتير، معناها انه فرصة انه يلعب في الشامبيون ليج او اليورو ليج كبيرة. نادي البطولة تملي بيصنع في اللعيب روح كبيرة، غير النادي اللي هو طموحه محدود. لا، نادي البطولة بيصنع في الناشئ، لذلك في ناشئين كتير يقول لك ده ناشئ الاهلي او الزمالك لانه نادي بطولة. فما بيلعب هناك بقى، ما تبتدي في نادي بطولة في اوروبا، انا كنت شايف ان من حسن الحظ ان يكون كده، لان انت لو راح دوري قوي وهو في انديه المؤخره هيفضل في انديه المؤخره، مش صعب جدا ان هو، لان حضرتك هنا بتشوف ان ثقافه اللاعب بتتشكل بقى طبعا. او وجدان اللاعب متعود يخسر نص ماتشاته، متعود يخسر 90% من ماتشاته، ولا متعود يكسبها كلها او 90%. الخساره واحد عنده فرصه، عارف ان النادي بتاعه ده مثلا خد بطوله، يعني السنه الجايه هلعب شامبيون ليج، يعني ده حاجه كبيره قوي، مثلا ما اجي في ظرف مده قليله بلعب في الملعب جنب رونالدو وميسي، ده قصة يعني ترفع معنوياته للسماء. طب ايه الحاجات اللي كنت حضرتك والفريق المعاون لك في وقت التعاقد والتفاوض لخروج مجموعة من لاعبينا وتقرير عرض اكتر من اسم وخروجهم لخارج مصر والتجارب احترافية اوروبية، شكل التفاوض، هل اللي نجح التجارب دي ان كان عندكم قدر من المرونة، ما كانش في مغالاة في المقابل المالي، يعني ايه اللي خلى المفاوضات دي تنجح عشان ناخدها مثال لحالات تانية ممكن تبقى موجودة في مصر للخروج؟ هو يمكن اللي كان من حسن ان انا كنت مسؤول عن التعاقدات، انا بعمل تعاقدات كتيرة وعملتها تقريبا مع بلاد كثيرة في العالم، اذا كانت في اوروبا في امريكا في اليابان كتير جدا، فاقدر افهم الجهة اللي قدامي المفاوض. بازل كان من حسن ان انا اشتغلت في البلد دي في بداية حياتي، يعني رحتها في بداية حياتي، فعارف بازل وعارف ثقافتهم، مهم جدا تعرف ثقافة الناس اللي قدامك، وفي مهارات كثيرة للتفاوض. والفورمة الرئيسية للتعاقد او كل حاجة لها نظام، في الطب حاجة وفي الهندسة حاجة، الحقيقة درستها كويس، تبقى عارف حدودك تقدر تاخد ايه، لانك انت بين حاجتين، فرق كبير ما تتفاوض وانت مثلا ملاعيب مشهور قوي، فانت في موقف كويس قوة كمفاوض، انما لو انت لسه عايز تفتح الباب وليك اهداف، عايز تصنع نجم، عايز نجم محترف، واحنا حطينا يعني مش الفلوس الاول، انا تمام اقول الفلوس هتيجي بعدين، يعني ممكن يجي لي عرض احسن مالي، بس مش ده الطموح، الطموح هيقف عند العرض المالي وخلاص. فكان يهمني ما بعد النجاح، فدي برضو دي بيبقى استراتيجية في التفاوض، انت عايز ايه من الموضوع ده، هل ممكن انت تبص المكسب قريب وتضيع مكسب بعيد، ممكن تكسب ثقة، لذلك كانت الثقة الحقيقة كان بياخدوا رأيي في لعيبة كتير، وهل ده يصلح لنا ولا، انا كان بيبقى ليه رؤيه في اللاعب اللي يصلح بره، واحيانا في كتير ايه المعايير اللي حضرتك كنت بتشوفها او بتدلي برايك فيها؟